FM. الكل ملك. شوف أحسن ساعة، الأولوية المطلقة اليوم هي ميزانية تكميلية للدولة. للأسف هذا العام الرابع باش نقدروا نعملوا فيه ميزانية ولا هو لكن ما نجموش نتجاوزوا ميزانية تكميلية. علاش؟ خاطر الميزانية اللي عملها سي مهدي جمعة دور اللي فيها بها ترقيع وتلفيق من الجهات الكل، كما قال سي الباجي قايد سبسك النهار، منين تجي تشوف تلقاها مرقعة ثم تبنيت على معطيات غير واقعية. تبنيت كانت تتصور الشعب قد ما تزيد تعصر عليه راهو باش يسكت، الشعب ما عادش سكت. أيوة. ويزي من الشعب هو البهيم القصير، معناها نهبطوا عليه كل شيء. ثم فئات اخرى لازمها تساهم في حمل معناها العبء نتاع المجهود نتاع تمويل الدوله. أيوة. وميزانيه الدوله، ويزينا من ديما نضغطوا على الشهار والزوالي واللي كذا والموظف. الحاجه الثانيه، الميزانيه تبنات على معطيات وهميه بالتضخيم، يعني بميزانيه سي مهدي جمعه تبنات على برميل البترول ب 97 دولار. ما انت تبع نعرفك ديما في يعني هو في الأربعين يحاول، يعني هو اللي حاسبه سي مهدي جمعه والواقع اليوم هو 50%. ساعة الحاجه الاولى اقل من 50، اقل من 50%. ساعة الحاجه الاولى سي مهدي جمعه حسب الميزانيه اللي قبلها معمل ميزانيتك حسب 107 دولار. وهو كل 107 وصلوا من هايرين ولا ثلاثة، البقية الكل ماشي وطايح، وعدى 6 شهور تحت 80 دولار. تقولون الفليسات هذه اللي اطريف الفلوس اللي حطهم سي مهدي جمعة في الشقاقة متاع الدولة، خلينا نعرفهم قديش ربح تونس ماك التقدير المرتفع جدا بالقياس للأسواق فيما بعد جي. فحنا إمكانية اليوم في عوض عمل يتاوى على اليمين ويتاوى على اليسار ويزيد عصر الشعب ويزيد عبط له على ساقه وعلى راسه وعلى قلبه، تاو عندك إمكانية باش تنفس على الشعب. وثم دول نقصت في السعر متاع البترول، يعني اللي يشريه المواطن نتاع المحروقات، ثم دول نقصت شويه برك، اما الفلوس هذيك اللي قعدت لها اللي بين الفرق بين السوم القديم والسوم الجديد المبرمج والسوم الجديد، شنو اللي عملوا به في دوله كيما الهند مثلا ولا ماليزيا اللي عنده مواطنيه عاليه؟ قالوا هذاك المشاريع اللي قعدت معطله نتاع التنميه واللي ما عندناش باش نمولوها الا نجئوا للاقتراض، يا خويا ها وفرنا 200 ولا 300 ولا 1200 ولا 3000 مليار اللي هو. فمهما كان حتى يبداوش 100 مليار، هنا على الاقل الشعب يعرف في كنف الشفافيه، اولا ما عادش عندنا دعم للمحروقات الكذبه الكبيره اللي قاعدين يقولوا فيها، وثانيا نوليوك الفلوس اللي تحصل لنا كالاقتصاد اللي باش نربحوه من انخفاض الاسعار نوليو نمولوا به التنميه. هاو زوز معطيات تجبر سي الحبيب الصيت حاليا الان باش يحضر ميزانيه تكميليه للدوله على معطيات جديده، وواجب نواب الشعب باش يتعاونوا معه في الجانب هذا. الجانب الثاني لازمنا عقليه قانونيه، تعرف انت عشت في فرنسا اللي عندهم ما يسمى بالاسهال القانوني، معناها اسهال مرض موت عافاكم الله المرض جاري تشريعيه، اعمل قوانين علاش نزيدوا في القوانين تيت نطبقوا القديم، واذا كان عندنا في القديم فصيل في قانون نتاع 183 فصل كنا نصلحوا كل فصيله هذاك ونمشيو، ما نعطلوش الاله التشريعيه نتاع الدوله. راهو ثم برشا بيروقراطيه، رانا نعملوا في قوانين ساعات زايده، راهو نعملوا في قوانين ما عندها حتى معنى، فلازمنا فلسفه جديده، ما نعملوش كما الفرنسيس بعد 100 عام يفيقوا اليوم عملوا اسهال قانوني وبرشا قوانين متروكه، لا، احنا ما دامنا في مرحله جديده نتاع بناء، ماذا بينا ثم فلسفه جديده تشريعيه، انه ما نحاولوش نثقلوا على الدوله وعلى المواطن وعلى الاداره بقوانين لا منفعه منها، هذا في الفلسفه القانونيه. الحاجة الثالثة، نواب الشعب لازم يكونوا ملتصقين بجهاتهم، ما عادش عندنا مجلس تأسيسي يقعد جمعة كاملة في العاصمة، يلزم النائب من نواب الشعب اللي من بنزرت واللي من تطاوين واللي من الحمامات واللي من قابس واللي من قبلي واللي من تبرصق واللي من سيدي بوزيد من أي منطقة في تراب الوطن، يخصص مرة في الأسبوع على الأقل نصف يوم باش يستمع لمشاغل المنطقه نتاعو وهالي المنطقه نتاعو. هذاك هو هذيك هي الممارسه الحقيقيه نتاع النظام البرلماني اللي هو نائب للشعب، معناها يرفع وينقل في طموحات الشعب في انتظارات الشعب في مطالب الشعب. نحب ممارسه برلمانيه جديده. الحاجه الرابعه، لازم البرلمان يراقب الحكومه، مش يراقب الحكومة أولا، لازم يسهل لها العمل نتاعها. إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش السيد الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق مع البرلمان مع مجلس الشعب، شنو هو تصوره، شنو هو المشاريع اللي هو يتصورها مستعجلة باش يعديها باش تسهل العمل الحكومي، لأن اليوم الحكومة عندها المبادرة التشريعية ورئاسة الجمهورية عندها المبادرة التشريعية، فثم التنسيق لازم يتم بين الحكومة من جهة، رئاسة الجمهورية من جهة، ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي باش نحطوا الأهم قبل المهم، وما نغرقوش المجلس في هالبوب اللي هذايا نتاع قانون إرهاب نقعدوا عام كامل نتاع مزايدات. الحاجة الخامسة والأخيرة، لازم نواب الشعب يقتنعوا، راهم كي يتكلموا قدام التلفزة راهم ما يلزمش يبداوا يتقمصوا في أدوار مسرحية.
سواء نتاع تراجيديا ولا نتاع كوميديا. ويزينا منك التجربه نتاع تكسيس المجلس، معناها وليت معناها الناس تنكت على المجلس وعلى نواب الشعب، ماهوش باهي للقدر وللقيمه وللهيبه وللجديه والمسؤوليه نتاع مؤسسه الدوله. كابافان الكلمه ليك.